اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده وفيلم النهارده الجيتوباردي او ذا ليبرت او بالعربي الفهد. الفيلم من انتاج 1963 وهو فيلم دراما رومانسي وتاريخي. في ظل تغير الاوضاع السياسيه والاجتماعيه في صقليه سنه 1860، برنس سالينا بيحاول يحافظ على وضع اسرته وحالتهم الماديه والاجتماعيه. الفيلم من إخراج المخرج الإيطالي لوتشينو فيسكونتي ومن كتابة لوتشينو فيسكونتي بالتعاون مع سوسو داميكو، باسكال فيستا وإنريكو ميديولي وماسيمو فرانسيوزا، اقتباسا عن رواية لي جوزيبي توماسي دي لامبيدوسا. مدير التصوير هو جوزيبي روتونو والموسيقى من الرائع نينو روتا اللي عمل موسيقى جاد فاذر ودولسي فيتا اللي احنا عملنا فيديوهات عنه. الفيلم من بطولة بيرت لانكاستر وهو ممثل أمريكي في دور غير اعتيادي جدا في فيلم بيتحدث بالإيطالية. الفيلم طبعا مدبلج والمخرج حارب كتير جدا عشان بيرت لانكاستر ما يمثلش الفيلم ده، لدرجة انه اتخانق معاه كذا مرة في بداية التصوير، ولكن بعد كده اقتنع جدا بيه واقتنع جدا انه مناسب للدور وبقوا اصحاب وعملوا فيلم تاني مع بعض بعدها. وهو هنا بيقوم بدور دون فابريتيو سالينا. بيشاركوا البطولة الجميلة كلوديا كاردينالي في دور أنجليكا ومعاهم ألان ديلون في دور تانكريدي. فيلم الجيتوباردي بيتكلم عن نهاية عصر وبداية عصر تاني، فبيتكلم عن نهاية عصر الأرستقراطيين وبداية عصر الثوريين والجمهوريات وانتهاء الملكية. فبنشوف الفيلم بيبتدي بلقطة افتتاحية على قصر كبير قوي عبارة عن استيت، جنينة كاملة مليانة شجر ومليانة تماثيل كأنها متحف بالظبط، بس بنشوف التماثيل بقى وهي متهالكة، بنشوف المبنى شكله قديم، ده زي تمثيل بصري لنهاية وتهالك الفترة دي والنوع ده من الناس. بنشوفهم وهم قاعدين في غرفة الصلاة وقاعدين بيصلوا، عيلة كبيرة جدا شكلها راقي جدا، معاهم القسيس وبيسمعوا دوشة عن وصول جاريبالدي لصقلية. بيبعت له واحد من النبلاء جواب وبيقوله ان هو هيهرب ويسيب البلد. طبعا هو بيقول عليه جبان وان هو عمره ما هيهرب زيه ومش هيسيب بلده. دي حاجة هنلاحظها في دون فابريتسيو طوال الفيلم، ان هو شخص عنده مبادئ، شخص ما بيتغيرش بسهولة ومش بيحاول ابدا يتكيف مع الوضع الحالي حتى لو كان ده الصح وحتى لو كان ده الأأمن، لكن هو دايما بيه يمشي وراء اللي هو تعلمه واللي هو مؤمن بيه حتى لو كان ده في خطر عليه ومعناه نهايته. هو متقبل جدا النهاية دي ومتقبل جدا الواقع ده، فبيرفض انه يهرب. وبنشوفهم بقى وهم بيصلوا ويتضرعوا بقى خوفا من الفوضى اللي جاية بعد ما بيسمعوا خبر ان لقوا جندي ميت في الجنينة بتاعت القصر، ودي رمزية لان العنف وصل لحد ساحة بيت النبلاء، لحد ساحة بيت امير سالينا. بيجي تانكريدي بقى اللي هو بيقوم بيه دور هنا ألان ديلون، وبيقابل بقى عمه دون فابريتسيو وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. فبنشوف بقى الصراع ما بين الملكية القديمة والجمهورية الحديثة. تانكريدي بيمثل كل شيء عكس دون فابريتسيو، هو شخص براجماتي جدا بيحاول يوصل للي هو عايزه بأي شكل من الأشكال وبيمشي مع التيار بيتكيف معاه، هو لسه شاب صغير عايز يوصل عايز يعلى وبيحاول دايما ان هو يكسب من اي وضع متاح قدامه. بنطلع بقى من الهدوء ده للفوضى والحرب في مشاهد بقى جراند جدا، مشاهد ضخمة جدا، فيلم كل حاجة فيه كبيرة وضخمة وشكلها جميل، الفيلم كله شكله جميل، حتى الأبطال الثلاثة تقريبا من أجمل ممثلين في تاريخ السينما، سواء كان ألان ديلون أو بيرت لانكستر أو كلوديا كاردينالي. لكن فبنشوف هنا بقى إزاي الفيلم معمول بشكل إبك بشكل أسطوري، وده المحزن إن الفيلم زي ده موصلش للي المفروض يوصله برغم حجم الفيلم وجماله. فبنشوفهم بعد كده هم رايحين البيت الصيفي بتاعهم اللي بيقضوا فيه الأجازة، فبيمشوا لطريق بقى جبال. هنا المخرج بيقول لنا ان هم طريقهم دايما صعب دلوقتي، خلاص كل طريقهم اللي جاي صعب، طريقهم وعر وسط جبال طالع لفوق. وبنشوفه بعد كده بقى هو بيتكلم وبنفهم بقى الوضع الحالي ان هو هيمشي أسياد وهيجي أسياد، لكن هو شايف ان الطبقة بتاعته هتفضل زي ما هي وان مش من مصلحة حد ان هو الطبقة دي تنتهي، ولكن هو موقن تماما ان هو الكنيسة في البلد هناك وسلطتها السياسية ممكن تستغنى جدا عن النبلاء لو ده معناه ان هي تستمر. بنشوف دون فابريتسيو بقى وهو قدام مرايات كتير بيجيبهولك دايما قدام
مراية واتنين معكوس في المراية دي ومعكوس في المراية دي. هو هنا بيقول لنا ان هو الراجل قدامه طرق، في حيرة في حياته، في توتر، هو قدامه مفترق طرق ما بين البراجماتية بتاع التانكريدي وان هو يبقى زيه ويجاري الدنيا ويجاري الواقع ويبقى حاجة في العصر الجديد، او ان هو يكمل زي ما هو بمبادئه اللي هو مقتنع بيه وينتهي ويندثر بسهولة. بيجي بعد كده بقى دون كاليجيرو وهو بقى شخص من الاغنياء الجدد، شخص ما عندوش اصل، ما عندوش تاريخ، مش من عيلة، ولكن بيشتري الاصل ده عن طريق ان هو يخش يتجوز بنته لواحد من عيلة كبيرة جدا، فبيحاول ان هو يوقع تانكريدي في حبال بنته انجيليكا. فبنشوف بقى دون فابريتسيو هو واقف فوق، واقف عظمة كده، ودون كاليجيرو بقى واقف تحت في السلم، الفارق ما بينهم، المسافة ما بينهم، الارتفاع ما بينهم. وطبعا دون فابريتسيو بيرت لانكاستر شخص طويل جدا، وده مدي الدور بتاعه هيبة، شخصيته دايما بتضغى كده على المشهد، الكاميرا بتتحركش غير عشانه، اي حد تاني الكاميرا مش بتهتم بيه، فهو شخص ليه قيمة وليه هيبة. وبتحت بقى شخص وصولي بينصب وبيسرق وبيتسلق الوضع اللي موجود حواليه. هما بيمثلوا طرفين متعاكسين تماما، فبيبصله كده يعني بيمدله ايده من فوق عشان يسلم عليه، وهو مضطر ان هو يقبل واحد زي ده في حياته. بتدخل بقى انجيليكا بقى هنا الأوضة، فبنشوف بقى كل العيون بتيجي عليها، هي طبعا كانت من اجمل نساء العالم في الزمن ده وما زالت، فمجرد ما بتدخل كله بيحبها من اول نظرة. في هنا تفسير ان انجيليكا دي بتمثل ايطاليا الجديدة، بتمثل ايطاليا الموحدة الجديدة، وهي مجنونة عشوائية ولكنها شديدة الجمال، فهم بيحبوها ولكن هي خطر على النبلاء القدام وبتسلب عقل النبلاء الجدد بقى اللي هم رجال السياسة. كان قبلها تانكريدي بيحاول ان هو يوصل رسائل حب لكونشيتا اللي هي بنت دون فابريتسيو، ولكن طبعا بقى بمجرد ما انجيليكا بتظهر بيركن كونشيتا دي على جنب خالص، وبيركنها لك بقى حرفيا في جنب الكادر، وبتبقى انجيليكا هي اللي في نص الكادر. التصالح اللي عند دون فابريتسيو بنشوفه بقى طوال الفيلم في مشاهد زي مشهد الرياح ده مثلا، وهو ماشي وراجل جنبه القسيس متضايق من الرياح ومن التراب، فبيقول له حتى الرياح ليها سبب، وان هو لو مفيش رياح كان الدنيا عفنت والجو اتسمم. هنا بنسمع بقى مبدأ دون فابريتسيو لما بيقول له ان شيء ما يجب ان يتغير حتى يبقى كل شيء كما كان، يعني ان هيتغير طبقة، هيتغير شخص، هيتغير نوع معين من الناس، ولكن ده بيحصل عشان يفضل طبقات المجتمع وتكوين المجتمع الاساسي زي ما هو. وبنلاحظ بقى هنا تانكريدي كل شوية بيروح ويرجع بلون تاني، شوية مع جريبالدي ورجالته لابسين الأحمر أو البرتقاني، شوية تاني راجع بلون تاني مع جنرال تاني، جيوش مختلفة وبيرجع بألوان مختلفة، متلون حرفيا وبالفعل كمان. فبيجي الشخص اللي من الحكومة وبيحاول يقنع دون فابريتسيو إن هو يبقى عضو في الكونجرس، ولكن هو بيرفض لان هو كرامته ما تسمحلوش ان هو يبقى من بواقي النظام، ويحاول يتلون زي تانكريدي ويبقى من النظام الجديد، فهو بيرفض تماما وبيقول ان الشعب اكيد مش عايز ناس من الطبقة اللي فاتت دي اللي حكموا الاف السنين اللي فاتت ان هم يفضلوا لسه موجودين بشكل تاني في الفقرة اللي جاية، فهو رفض تماما ده. وبيقول له الجملة بقى اللي بيجي منها اسم الفيلم، احنا زي الاسود او الليبرت او اللي هو الفهد، اي حد هيحاول يغيرنا هيكون زي الضباع، ولكن سواء كان اسود خرفان او ضباع كلنا في الاخر شايفين ان احنا شرفاء. ندخل بعد كده بقى في سيكونس اسطوري، مشهد الحفله 40 دقيقه تقريبا، من 40 ل 45 دقيقه متواصل جوه الحفله، حفله وداع بقى. هو في الفيلم هي مش حفله وداع، هي حفله عاديه، ولكن هي في رمزية الفيلم وقصته هي حفلة وداع لطبقة، حفلة وداع لفئة من الناس، فئة النبلاء اللي اتقرضت بقى بعد ظهور الجمهوريات وظهور الديمقراطية، فاختفوا بقى تماما. فالمخرج هنا بيديهم بقى 45 دقيقة من العظمة والجمال والألوان والموسيقى، حاجة قمة في الرقي، مشاهد من أروع ما يكون. كل كادر وكل فريم في الحفلة دي ممكن تصوره وتبروزه وتحطه عندك على الحيطة. بنلاحظ أثناء الحفلة دي بقى إن النبلاء اللابسين بدل ولابسين بقى لبس فخم جدا، أثناء الحفلة وبالتدريج بيبتدوا يقلوا، يطلعوا من الكادرات ويبتدي بقى ضباط الجيش والجنود
والجنرالات ياخدوا المكان ويملوا المكان، بيعملوا ساتوريشن بقى، اشباع للمكان، فبالتدريج بتلاقي ده قل وده زاد. ورجال الجيش هنا بقى هم طبعا النبلاء الجدد. بيدخل بقى دون فابريزيو، بيقعد في الاوضه جوه في المكتب وبيبص على اللوحه دي بقى اللي فيها رجل بيموت، فهو رجل الان شايف نهايته، شايف نهايته الشخصيه وما يمثله. فبنشوفه بقى مع اللوحه دي وتقبله للموت جدا، وتمثيل رائع من بيرت لانكستر في اروع ادواره، واحد من اروع الادوار في السينما الايطاليه. ازاي بقى الشخصيه دي هو فعلا احضرها للحياه، وبنشوفه هو متاثر جدا ومتقبل جدا وضعه، ولكن مع لمسه من الحزن الاكتئاب بشكل جميل جدا. فبنشوف بقى بيتدخل عليه انجيليكا وتانكريدي، وبعد كده بيحصل زي لمحه كده من الرومانسيه ما بين انجيليكا ودون فابريزيو. فتانكريدي بيغير جدا، هو بيشوف نفسه دايما ضئيل قدام دون فابريزيو، لان هو عارف ان هو ده حقيقي ولكن هو فيك. في اللحظه دي تقريبا اللقطه الوحيده في الفيلم اللي فيها شخصيه دون فابريزيو بتطلع من الفوكس بتاع الكاميرا، ده معناه ان انت بقى خلاص دون فابريزيو، شكرا فقرتك خلصت. وبنشوف بقى دون فابريزيو هو واقف قدام الحيطة في المراية، بقى برواز بقى زي بقية البراويز، بقى لوحة زي بقية اللوح، بقى جزء من التاريخ مش شخص موجود دلوقتي. وبعد كده بتقرب الحفلة على النهاية، فبنشوف بقى دون فابريزيو في نص الكادر، تانكريدي على الجنب، بعد كده الكاميرا بتقطع وبتتقلب الأدوار، بيبقى تانكريدي في النص ودون فابريزيو على جنب. الأدوار اتبدلت والأماكن اتبدلت، بينزل بعدها بيروح الأحياء القديمة، الأحياء الشعبية، وكأنما بيروح المكان اللي هو شايف فيه مستقبله، بيعدي السيس، بيوطي وبيقعد يعني يناجي ربنا كده شوية، وبعدها بيدخل في وسط الأحياء الشعبية في الظلام، وبينتهي الفيلم. نهاية الفيلم دي رحيمة شوية بدون فابريزيو، النهاية الحقيقية في الرواية كانت أبشع بكتير، اللي بيجيبه بقى بعدها بسنين طويلة وهو فقير جدا في غرفة بتخدمه واحدة، وهو بيموت وبيحتضر وهو وحيد وفقير. المقارنة هنا في الفيلم ما بين ما كان وما سيكون، ما بين دون فابريزيو وتانكريدي. طبعا هو الفيلم متعاطف مع النبلاء بشكل ما، ولكن ممكن الفيلم يتاخد بشكل ان هو بيقول ان دايما السيء اللي هيجي بعده أسوأ منه. فبنشوف بقى الفرق ما بين دون فابريزيو وتانكريدي. دون فابريزيو عجوز ولكن تانكريدي شاب. دون فابريزيو صاحب مبدأ، تانكريدي براجماتي جدا ومتلون جدا. فابريزيو نبيل حقيقي، شخص من أسرة ملكية فعلا، لكن تانكريدي نبيل بالوراثة، ما خدش منها أي حاجة وما عملش أي حاجة من واجباتها. فابريزيو مثقف جدا وعلى طول محاط بالكتب وبالأوراق وبيقرأ، ولكن تانكريدي احنا ما بنشوفوش بيقرأ خلص طول الفيلم، فظ وطريقته فالجر جدا، طريقته يعني ما فيهاش أي نوع من أنواع الرقي. دون فابريزيو في نهايته وتانكريدي في بدايته، ودون فابريزيو هو الماضي وتانكريدي للأسف هو المستقبل. فيلم الجيتوباردي للأسف هو فيلم underrated جدا، مختفي جدا، ما ظهرش الظهور اللي المفروض فيلم بالحجم ده وبالجمال ده يبان عليه. الفيلم كان سبب رئيسي في عمل فيلم ذا جادفاذر، شخصية دون فيتو كورليون مبنية بشكل ما على دون فابريزيو، بس للأسف الفيلم ده ما خدش أبدا النجاح ولا الظهور اللي جه لبقية الأفلام اللي من النوع ده. الفيلم هو الفيلم المفضل لمارتن سكورسيزي وجوزيبي تورناتوري، والجارديان اخترته كأهم سكرين أدابتيشن، يعني أهم فيلم معمول عن كتاب في تاريخ السينما. الفيلم حصل على 10 جوائز و6 ترشيحات. وتقييمات الفيلم على أي ام دي بي، الفيلم واخد 8 من 10، على ميتا كريتيك الفيلم واخد 100 من 100، وعلى روتين توميتوز الفيلم واخد من الجمهور 89 ومن النقاد 98. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في كومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من ارت لاب.